هلا والله بكم يا شباب في فيديو جديد على قناة السيد سيد. في هذا الفيديو أصدقاء سوف نقوم بتجربة بطاقة رودريغو يا أصدقاء بأوفر 112. كما تلاحظون هذه التشكيلة الخاصة بي، سوف نقوم بتجربة هذه البطاقة، الكرة مع بوسكيس إلى أوين، سوف نلعب الوانتو مع رودريغو مار يا بوسكيس مار رودريغو، فما حاجة يا معلم، فما حاجة رودريغو يا رب على رودريغو، وأول الأهداف من خلال هذه البطاقة، الكرة مع بيلينغهام، رودريغو الى بوشكاس 1-2، راح رودريغو معك يا بوشكاس، انطلق رودريغو، والتاني يا رودريغو، سنحاول تسجيل الهاتريك بهذه البطاقة يا اصدقاء، الكرة مع الخصم، دانييل لقطع الكرة مع بيلينغهام الى رودريغو وال1-2 مع بيلينغهام، رودريغو يا عالم يا عالم يا رودريغو، مستحيل يا رودريغو. يا رب الكرة مع رودريغو مجددا وال1-2 بيلينغهام الى بوشكاس مر معك رودريغو لاحظوا سرعة هذا الراعب ال1-2 مع رودريغو، ماذا ستفعل المراوغة ويفقد الكرة رودريغو يا اسف، ونحن يا شباب منهزمين بهدف ونحاول جلب التعادل لاصدقاء، الكرة مع رودريغو الى بوشكاس ال1-2 مع رودريغو، ارجوك يا رودريغو نرغب في التعادل يا رودريغو، المراوغة لاحظوا الوقوف ولاحظوا لا حرام يا رودريغو المباراة الثانية وتعمل معي هذا والله حرام، كرة مع فييري هذا من بين أفضل قلوب الدفاع اللي تجربته يا أصدقاء، كرة مع رودريغو والوانتو مع بوشكاس مر رودريغو أرجوك التعادل والأرتو، رودريغو منقذنا يا رباه على رودريغو، فما حاجة يا معلم والله فما حاجة. والتعادل يا شباب وانتهاء المباراة الثالثة يا أصدقاء، ونحن نعني الآن في الدقيقة 38 والنتيجة 1-1، الكرة مع رودريغو الوانتو مع أوين مع رودريغو، لاحظوا يعني ليس سريع إلى تلك الدرجة لكن المراوغة مار رودريغو يا رب على الأرتو، كما لاحظتم يا أصدقاء فهو ليس بتلك السرعة التي كنت أتوقعها من هذه البطاقة يا أصدقاء، بالتالي فهذه البطاقة سوف نعمل عليها ريفيو كامل يا أصدقاء، لذلك كونوا مرتاحين، سوف نحدد أفضل إير دبليو في لعبة الفيفا موبايل، لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم دائما جديد هذه القناة، ومن أجل عمل العديد من الريفيوات الخاصة بالفيفا موبايل أصدقاء، لذلك الآن سوف نتحدث بشكل كامل حول بطاقة رودريغو والحديث حول النقاط السلبية الخاصة بهذه البطاقة وكذلك النقاط الإيجابية، وهل هو أفضل إير دبليو في لعبة الفيفا موبايل، وإذا لم يكن كذلك فما هي أفضل بطاقة إير دبليو في لعبة الفيفا موبايل. أولا سوف نتحدث عن هذه البطاقة يا شباب، فهذه البطاقة سعرها حوالي 208 مليون، فهي بطاقة غالية جدا في الفيفا موبايل أصدقاء، لذلك سوف نقوم بالحديث عن خصائص هذه البطاقة، أول شيء من حيث سرعة أصدقاء فهو ليس سريع إلى تلك الدرجة القوية أصدقاء، فيمكنني فقط أن أقول لكم أن رافينيا أسرع منه بكثير في لعبة الفيفا موبايل، وهو تقريبا في السرعة يعني يشبه بطاقة إيتو يا أصدقاء، فهو تقريبا نفس سرعة إيتو، غير أن رافينيا يتفوق على كلاهما في السرعة لأن رافينيا سريع جدا، فيعني كنت قد عملت لكم ريفيو سابق حول بطاقة رافينيا وكذلك حول بطاقة إيتو، ما عليكم سوى مشاهدتهما لمعرفة عن أي بطاقة تحتاج يا أصدقاء، هذا فيما يتعلق بسرعة، فبالنسبة للسرعة فرودريغو ثقيل نوعا ما، فهو ليس سريع إلا أنه ليس ثقيل في نفس الوقت يا أصدقاء، أما بالنسبة للتسديد يا أصدقاء تسديدته عادية ليس بتلك القوة القوية كما هو الشأن مثلا بالنسبة لإيتو، فبالنسبة لرودريغو فتسديدته عادية كما تلاحظون، أما بالنسبة للأرتو الخاصة برودريغو فهي أرتو تكون في وسط المرمى للأسف، وليس مثل إيتو يا أصدقاء الذي يضع لنا أرتو في الزاوية المغلقة يا أصدقاء، أما بالنسبة للنقطة الموالية وهي أهم نقطة وهي النقطة التي يتطلب أن تكون في أي إير دبليو أو إل دبليو أصدقاء وهي المراوغة، لكن للأسف يا أصدقاء فإن مراوغة يعني بطاقة رودريغو فهي بطيئة جدا وتغيير المسار ولا حتى التمويه فهو يفقد الكرة بسهولة يا أصدقاء كما تلاحظون، فهذه البطاقة يعني بطيئة نوعا ما في عمل المراوغة، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لسرعة هذا اللاعب، فيعني هذين نقطتين سلبيتين في هذه البطاقة، أولهما هي سرعته ثم ثانيا هي النجاح في عمل المراوغات وكذلك السرعة في تنفيذ المراوغة، بالتالي فهذا ما جعلني أقول لكم يا أصدقاء أن بطاقة رودريغو للأسف فهي لا تستاهل أن تكون في تشكيلة أي شخص في لعبة الفيفا موبايل لأنها سيئة يا أصدقاء والله سيئة، لعبت حوالي يعني تقريبا 15 مباراة أو 13 لا أتذكر، سجلت فقط حوالي 6 أهداف في كل هذه المباراة، غير أنه لو كانت البطاقة معي جيدة كما هو الشأن مثلا بالريفيو التي عملتها على بطاقة رافينيا فكل مباراة أسجل هدفين
3 أهداف بهذه البطاقة الخاصة برافينيا، فهو سريع جدا لا في الركض ولا في المراوغة، وتسديداته خارقة يا شباب. والله أن رافينيا من بين أفضل البطاقات التي لعبت بها في اللعبة الفيفا موبايل، دون أن ننسى بطاقة اليوم ميسي بأوفر 109 والخاصة بدور الأبطال، فهي جيدة جدا لا من حيث السرعة ولا من حيث تنفيذ المراوغات ولا من حيث أهم نقطة والأرتو الخاصة باليوم ميسي، فهي خارقة جدا. فهو بالنسبة لأفضل ار دبليو في لعبة الفيفا موبايل، وهي بطاقة اليوم ميسي بأوفر 109، ثم تليها بطاقة رافينيا بأوفر 111، ثم تليها بطاقة إيتو يا أصدقاء، ثم لدينا بطاقة رودريجو. أما بالنسبة لبعض الإخوة الذين سوف يقولون لي غارينشيا، فغارينشيا فهو جيد جدا يا أصدقاء، غير أن عيبه الوحيد هو الالتحامات البدنية، بمجرد أن يتكاتف مع أي لاعب في الدفاع فهو يفقد الكرة بسهولة، كذلك إذا كان بقربه مدافع وعملت أي مراوغة فسوف يفقد الكرة بسهولة، غير أن غارينشيا سريع جدا لا في الركض ولا في المراوغات. غير أنني مثلا سوف أتحدث أنا عن نفسي، فأنا يعني ماذا أفعل بالار دبليو؟ فأنا أحاول الركض بسرعة وكذلك ترقيص المدافعين ثم عمل أرتو أو التسديدة العادية، فينبغي أن يتوفر في الار دبليو أول شيء وهي السرعة، ثم ثانيا المراوغة أن يكون سريع في تنفيذ المراوغة، ثم ثانيا قوة التسديد الخاصة بهذا اللعب. فإن لم تتوفر هذه الثلاثة شروط في الار دبليو أو حتى ال دبليو فسوف أقول لكم أن هذه البطاقة سيئة، لأنني فأنا أعتمد على الأجنحة ولا أعتمد على رؤوس الحرب يا أصدقاء. لذلك يا أصدقاء لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم دائما جديد هذه القناة، ولا تنسوا كتابة في التعليقات البطاقة الموالية التي ترغبون في أن أقوم بتجربتها يا أصدقاء، فأنا أجيب على كل التعليقات يا أصدقاء. لذلك لا تنسوا كل التفاعل من أجل العمل المزيد من الفيديوهات الخاصة بكم يا أصدقاء. فالبطاقة الموالية غالبا سوف تكون بطاقة داغليت أو حتى بطاقة تيرشتيغن في حراسة المرمى أو حتى بطاقة كريستيانو رونالدو إذا استطعت أن أقوم بشرائه بأوفر 114. لذلك لا تنسوا دعمي يا أصدقاء في بوضع اللايك يا أصدقاء على هذا الفيديو من أجل الاستمرار في وضع هذا المحتوى، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وألقاكم في الفيديو القادم يا شباب، وشكرا لكم على المشاهدة.